نسأل الله محمد شادي سنة حبس مع الشغل والإيقاف وتقريبا 10. حبس الفنانة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10,000 جنيه بتهمة تعاطي المخدرات. قضت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الخميس بالحبس سنة مع الإيقاف للفنانة منة شلبي وغرامة 10,000 جنيه بتهمة تعاطي المخدرات. وكانت النيابة أحالت منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وذكرت النيابة العامة أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة وما توصلت إليه تحريات الشرطة وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعصورة عليها بحوزتها. وأشارت النيابة إلى أنها كانت قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي بالاستماع لشهادة 5 من العاملين بمطار القاهرة الدولي، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهاءها الإجراءات الجمركية ظهر خلال وجود كثافات عدوية بداخلها، فتم تفتيشها على نحو أصفر عن العصور على مواد مخدرة بالحقائب، فألقي القبض على المتهمة وضبط ما بحوزتها من مخدرات. وكانت النيابة العامة سبق أن أخلت سبيل منة شلبي بضمان مالي قدره 50,000 جنيه على ذمة التحقيقات بعد ضبطها بمطار القاهرة لدى عودتها من الخارج في غضون شهر نوفمبر الماضي، حيث عثر بحوزتها على المواد المخدرة التي أحيلت على أثرها إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحيات أسس الثقافة ومعلومة، تابعونا.